وخليني ابدا بقى معاك من صفقات النادي الاهلي الجديده، وهنقولهم لاعب لاعب، بس نبدا من بيكم. يمكن امبارح كنا بنعلن رسميا بيكم. بيكم ولا بيكم؟ ما هو بيكم يا مش عارف كابتن، انت بس قبل الناس الحلقه عماله تقولي بيكم. عماله اقول لك اه، الناس بتقول لي بيكم، ما انا مش خليها بيكم يعني. يعني خلاص مضى 5 سنين للنادي الاهلي، وطبعا يعني صفقه كبيره. هو بيكم ابن من ابناء النادي الاهلي، او بيكم عشان الناس ما تزعلش. بالظبط بالظبط، كل الصفقات اللي تعاقد مع النادي الاهلي صفقات محترمه. بيتمثل طبعا في بيكهام، كان من ابناء النادي الاهلي، قدر الاهلي يعيره فتره، رجع نضج بشكل كبير، يستحق ان هو يرجع للنادي الاهلي. بدر بنور طبعا مدافع يمتلك طول كويس، عنده رؤيه في بناء الهجمه، قائد قائد زي ما بيقولوا. فدي صفقه طبعا في الدفاع، هتبقى الاثنين هيمثلوا قوه ضربه كبيره في النادي الاهلي. عندنا طاهر طبعا لاعب منتخب ولاعب نادي المقاولين، طبعا قدر يحقق مستوى كويس جدا مع نادي المقاولين، ويستحق طبعا ان هو يرتدي فانيله النادي الاهلي. يعني لما بنجيب سيره كذا لاعب كابتن بنقول عليه جوكر، يعني لما بنتكلم مثلا عن بيكم عن طاهر، قد ايه مهم فكره ان يكون في لاعب بيقدر يلعب في اكتر من مركز؟ بتفيد قد ايه الفريق، خصوصا لما يبقى في وقت، يعني لا قدر الله بيبقى في وقت اكيد بيبقى في اصابات كتير، وده احنا عشناه في النادي الاهلي. اكيد طبعا الصفقه اللي هي بتعمل صفقه مبهره، يعني اللي هو اللاعب اللي هو بيلعب في كذا مكان، ودي بتمثل للنادي او للجهاز الفني بشكل كبير اريحيه، لان هو بيقدر يوظفه في كل مكان. مثلا لو هنتكلم على طاهر، عنده الامكانيه بيلعب في ناحيه الهاف، ممكن يلعب في المركز ده مركزه الاساسي، يقدر يلعب تحت الفراوده، يقدر يحرز اهداف. فبالنسبه للجهاز الفني لما يكون عنده لاعب زي بالظبط، لما يكون عنده لعيب جهاز الفني، لما يكون عنده لعيب زي كده، بيبقى سعيد بان هو يقدر يوظفه في كذا مكان. فتعتبر بتبقى زي ما بيقولوا كده صفقه زوكر، بتلعب في كل الاماكن يعني.